يسعد مساكم مشاهدينا. توقف مؤقت لعجل الدوري ألفا بسبب مشاركة العهد الإيجابي بكأس الاتحاد الآسيوي، ويلي بنتأمل أن تكمل نحو نصف النهائي. توقف حبينا نستفيد منه لطرح موضوعين مهمين جدا. الأول هو موضوع المنتخبات اللبنانية وخصوصا المنتخب الأول، والثاني هو موضوع التعديلات يلي طرأت على قانون التحكيم عالميا. بيسعدني ببداية حلقة أوفسايد لليوم أني رحب بعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الدكتور مازن أبيسي، حتى نحكي معه عن هموم المنتخبات الوطنية، وطبعا مثل ما قلنا خصوصا المنتخب الأول. وبداية حتى ندخل مباشرة بالحوار مع الدكتور أبيسي، خلينا نروح نحن وياكم مشاهدينا لقراءة فنية حول المباراتين اللي لعبوا المنتخب الوطني مؤخرا أمام أفغانستان والأردن. إيجابيات واضحة حصدها منتخبنا الوطني من المباراتين الوديتين أمام الأردن وأفغانستان، أهمهم التحسن المتوقع بالتصنيف العالمي واكتشاف إمكانيات بعض اللاعبين لجهة التحسن أو التراجع. منتخبنا الوطني أظهر تراجع بالشكل العام لشخصية الفريق، وهيدي مسؤولية الجهاز الفني، بالإضافة إلى أسباب مركزية تانية أهمها انحدار واضح ومؤسف بعقلية ومستوى عدد من اللاعبين وضعف الانتماء والروح الإدارية كمان. بدنيا تكتيكيا وفنيا تساؤل حول إشراك جوان العمر الموقوف، وعن تراجع نور منصور ومهدي خليل وهيثم فعور، وإشادي بتألق علي حمام وحسن معتوق وسوني سعد، واستمرار المراهنة على هلال الحلوة رغم أنه ما أظهر المأمول بعد. المنتخب افتقد للحلول بالأوقات الصعبة وما عرف يتعامل مع دقائق أخيرة للحفاظ على هدف، مع منح فرص للاعبين ما أثبتوا إمكانية الاستفادة منها، وبظل استمرار الفراغ بمركزي الظهير الأيسر والارتكاز. بكل الأحوال المباريات التجريبية هي الفرصة اللازمة للجهاز الفني لسد الثغرات، علما أنه مشاكل المنتخب معروفة، والأمل بدوري ألفا لإنتاج لاعبين قادرين على إقفال المنافذ الواضحة. دكتور مازن، تحسن بالتصنيف العالمي إيجابية لا تغني ولا تسمن. حكى بالتقرير عن نقاط كثير مهمة، بدي بلش بالنقطة اللي بعتبرها الأهم، الولاء والانتماء. عنا شعور أنا كإعلامي انه في عدد من اللاعبين عم يلعبوا ليلعبوا، مش عم يلعبوا لانه هيدي الكنزه لازم نخانق كرمال نوصلها، لازم نقاتل لنوصل للمنتخب الاول، وبس نوصل نتكمش فيه بايدينا واجرينا وبسناننا. اول شيء يعطيك العافيه لك وللمشاهدين. برنامج أوفسايد هو من اهم البرنامج على مستوى كره القدم بلبنان، وعم بيعمل دفع ايجابي للعبه كره القدم، وانتم مساهمين ايجابيين وشركاء لاتحاد لبنان لكره القدم بتطوير هيدي اللعبه يلي هي اللعبه الشعبيه الاولى بلبنان وبالعالم. انا بدي احكي بتفصيل عن موضوع المنتخبات بشكل عام، وبدي فصلهم بموضوع المنتخب الاول والاولمبي لحال ومنتخبات الفئات العمريه، لانه هن الخزان للمرحله المقبله. نحن مثل ما بتعرف استاذ حسن، مرقنا بعده مراحل. احكي على المرحله اللي استلمت فيها انا المنتخبات. حطينا استراتيجيه لموضوع عمل المنتخبات، عملنا لجنه منتخبات عباره عن مجموعه من الاشخاص القادرين والاهلين واللي عندهم خبره رياضيه وبشكل خاص بكره القدم واليه عملها وتطويرها، وحطينا خطة لطريقة عمل المنتخبات بشكل عام ومنتخب الأول بشكل خاص. منروح عم نحكي عن المنتخب الأول حاليا. المنتخب الأول بدنا نفصل ما بين المنتخب الأول اللي له علاقة بتصفيات كأس العالم، والمنتخب الأول بالمرحلة الجديدة اللي له علاقة بتصفيات آسيا ونهائيات آسيا. نحن مثل ما بتعرف في مجموعة أساسية من اللاعبين اللي كانوا موجودين بالمنتخب الأول اعتزلوا، وهن اللي كانوا العماد الأساسي لهذا المنتخب. بتعرف أي منتخب موجود على مستوى العالم بفي مجموعة من اللاعبين الأساسيين اللي موجودين فيه بيعتزلوا وبتجيب مجموعة جديدة من اللاعبين، بده يصير في مش خلل، مش تضعضع مثل ما بقول، في بده يصير في تراجع شوي بالمستوى. مشان هيك نحن حاولنا قدر المستطاع أن نحط رزنامة مفصلة لموضوع المباريات المدية تمهيدا لتصفيات آسيا اللي حتتصير بال 2017، ويمكن هيدي من المرات القليلة بنشوف في جدول مفصل بالمباريات الودية بتوقيتها امتى حتكون، وبنراعي موضوع الفيفا داي بشكل كامل. بال 2016 بعد ناقصنا مباراه واحده بنكون نحن ادينا مستفيدين من كل الفيفا داي، وناطرين القرعه لنحدد حتى بخلال 2017 المباريات الوديه اللي حتكون معنا. اما بموضوع الانتماء وموضوع الولاء، لك هذا ليس مرتبط فقط بالمنتخب اللبناني او المنتخب الاول، هذا عندنا مشكله بلبنان بموضوع اللاعبين وطريقه تعاطيهم، بدءا من
الفئات العمرية لما بيمشوا فيها بالأندية وصولا للعبوا مع الأندية لنهاية استقدامهم على المنتخب. عقلية اللاعب اللبناني بحاجة لشوي سقل، مش بس بالمنتخب الأول، بحاجة سقل بأنديتهم وصولا للمنتخب الأول. بس أنا عم قلك نحن عم نشتغل على عدة موضوعات إلى علاقة مش بس بالأمور الفنية، الأصول الأمور الفنية هي جزء، الأمور اللياقة البدنية جزء تاني، الأمور النفسية والعامل النفسي كمان هو جزء ثالث أساسي. إن شاء الله بنقدر في مجموعة من اللاعبين عم نشتغل عليها بموضوع داخلي وطريقة تعاطيها، إن شاء الله بنكون نحن بالخطة اللي رسمينا بسنة 2017 متأهلين لآسيا، وهيدي خطوة صغيرة. نحن مش هدفنا بس تصفيات آسيا، هدفنا شو بدنا من نهائيات آسيا. فهل المطلوب منا فقط إنه نحن نحضر فريق ليلعب بآسيا، أو مطلوب منا نحضر فريق يكون عنده شخصية معنوية، شخصية إيجابية، شخصية داخل الملعب تأهلنا أن نكون من الفرق المميزين بآسيا؟ هيدا الموضوع بحاجة لخطة نحن موجودين فيها وحاطينا، وهلأ أعرضها بالمفصل لحتى نشوف ونطلع على الجمهور ونقلهم وعلى جمهور كرة القدم بشكل خاص ونقلهم هيدا الخطة تعيتنا. بدأنا هون، أعطونا شوية وقت، حنصير هون بعد فترة. طبعا دكتور واضحة الفكرة، وكتير مهم أن يكون عندنا خطة طويلة الأمد خصوصا للسنوات القليلة المقبلة. إنما بدي أحكيك عن شيء واضح لمسناه بأرض الملعب، يعني في تراجع لمستوى بعض اللاعبين واضح، في استدعاء مستغرب لبعض اللاعبين. النقطة الثالثة بصراحة المنتخب مش محطة التجارب. كنا عم نحكي بالموضوع اللي له علاقة انه نحن عم نعمل جيل جديد. بفترة من الفترات كانت الفئة العمرية تاعت المنتخب عالية، هلا اذا بتشوف رجعت نزلت، معناتها نحن عم نحضر منتخب باعمار صغيرة تمهيدا للاستحقاق القادمة اللي له علاقة بال 2019 واللي له علاقة بال 2019 وما بعد ال 2019. اما بموضوع اللي له علاقة بالموضوع الفني واستدعاء اللاعبين، نحن هيدي المهمة ملقات على عاتق الجهاز الفني بشكل أساسي. عم نترك الحرية التامة للجهاز الفني أنه هو يكون بمراقبة المباريات، باستدعاء اللاعبين اللي بيلاقي في مصلحة للمنتخب باستدعائهم، وبيلاقي في مصلحة بنفس الوقت تقييمهم وتحضيرهم، قديش عندهم القدرة على التطور وقديش عندهم القدرة على العطاء بالمرحلة اللاحقة، مع بين هلالين الإشراف مني شخصيا أنا ومن لجنة المنتخبات على الأشخاص على اللاعبين المستدعين. أسألك بصراحة، تفضل، هل لجنة المنتخبات تسأل الجهاز الفني، تحاسبه، تناقشه؟ هل في لجنة فنية استشارية بتعطيه رأي؟ يا أخي ما يأخذ فيهم، بس في بيعطوه رأي بكل صراحة مثل ما عمولنا. أنا عم نتابع بشكل مباشر مع لجنة المنتخبات، وإذا بتعد لجنة المنتخبات هني مجموعة من الأشخاص عجناد الفنيين والأهلي معظمهم بموضوع كرة القدم. عم نراقب عملهم، وفي كتير مرات أو مش كتير مرات، في عدة مرات توقفنا عن استدعاء أشخاص لأسباب فنية ولأسباب أخلاقية ولأسباب عمرية. يعني مش دائما نحن عم نكون انه كل الاسماء اللي تستحضر او اللي تطلب من الجهاز الفني للمنتخب نحن مسلمين فيها، لا، في عده محطات كان في وقوف عن سبب استدعاء هذا الشخص، في مطارح وقفناها وما سمحنا فيها، وفي مطارح تانية مشينا فيها، وفي مطارح الثالثه سالنا شو الاسباب 1 2 3 4 5 اللي لها علاقه، كان جوابه واضح بهذا الاطار، في شيء مشينا معه فيه مزبوط 100%. ولكن انا بقول لك الكلمه الاساس والخيار الأساسي والخيار النهائي بالنهاية يعود للمدرب. نحن تدخلنا هو إشراف فقط على عمل الجهاز الفني، لأنه بالنهاية هو بقلب الملعب، هو صاحب القرار بطريقة إدارة المباراة، طريقة استدعاء اللاعبين، طريقة عملهم، والنتيجة هو بيتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر. طب حكيت قبل ما نروح لموضوع التحكيم، حكيت عن موضوع الخطة، هل هذه الخطة مقررة من اللجنة العليا للاتحاد؟ هل هي قيد رعاية حقيقية من الاتحاد؟ قيد تمويل كافي من الاتحاد؟ نحن لما عملنا لجنة أسسنا لجنة المنتخبات الحالية، أكرناها باللجنة التنفيذية، ما في فترة صغيرة عملنا عدة مقترحات، مجموعة كبيرة من المقترحات، وناقشناها بفترة طويلة باللجنة التنفيذية. في شيء تم أخذ قرارات فيه، وفي شيء تأجل لمزيد من الدراسة. بس أنا اللي بقول لك نعم، اللجنة التنفيذية مساهمة بشكل أساسي من ناحية الرعاية والتعاون، ومن ناحية الإقرار هيدي الخطة، ومن ناحية المتابعة المالية. أنت بتعرف المنتخبات بحاجة
كتير كبير للدعم المادي، وأنا بقول لك يمكن معظم مصارفات الاتحاد اللبناني لكرة القدم رايحة باتجاه المنتخبات. إن شاء الله بسياق الحلقة بنحكي عن موضوع صح. الخطة وعن الموضوع اللي نحنا اللي تم اقتراحه وشو اللي شيء اللي أخذنا فيه وشو اللي شيء اللي بقي لكايد الدرس. بس أنا عم بقول لك بموضوع المنتخب الأول والأولمبي، لأنه استلموا نفس الجهاز الفني، سلمنا الأول والأولمبي لنفس الجهاز الفني على اعتبار هول فئتين مستمر، يعني واحد له استعلاء باستمرارية الثاني، واتفقنا على آلية عملهم حتى مثل ما قلنا حطينا رزنامة تمارين ورزنامة مباريات إنهم للأول والأولمبي. وإن شاء الله مثل ما نحن عم نقول إنه نحن التحضير من المفترض يكون مش لفترة صغيرة، التحضير يكون المفترض لفترة طويلة الأمد. بالواقع اللي موجود حاليا ما بعرف إذا هلأ معنا الوقت نحكي فيه، بحاجة لوقت. المنتخب اللبناني لكرة القدم على مستوى الفريق الأول والأولمبي بحاجة لوقت لكي ينتج. نحن شو المطلوب منه هيدا المنتخب؟ هيدا يعني الجمهور بيطلب شيء، الاتحاد بيطلب شيء، الجهاز الفني بيطلب شيء، ولكن الواقع هو يمكن يكون مش دائما مثل ما بده الجمهور. الرؤية شو هو مطلوب من المنتخب؟ يعني شو لأيمتى بنحس انه المنتخب ممكن يبلش يعطينا؟ هيدا بدنا نرجع له بعد شوي مع سؤال كمان بعد شوي بدي جواب منك عليه. هل صحيح انه في اجتماع مخصص للجنة التنفيذية قريبا لموضوع المنتخب والمنتخبات؟ انما بأول حلقة انا قلت انه اليوم الحلقة شقين، منتخبات والتحكيم. قانون التحكيم مؤخرا حظي بتغييرات جذرية إلى علاقة بقوانين أساسية تم تعديلها، وهيدي كمان محطة أساسية بحلقتنا اليوم. بدي أنتقل لعند علي حجازي وأربع جولات على أهم التعديلات يلي طرأت على قانون التحكيم، طبعا مع شكر مسبق للجنة التحكيم وعلى رأسها الحاج محمود الرابعة، وشكر خاص لعضو لجنة التحكيم والحكم الدولي السابق طلعت نجم، وأيضا الحكم الدولي السابق هدى العوضي على تعاونهم العميق حقيقة لحد قدرنا نعد لكم فقرات يلي رح تشوفوها بسياق الحلقة. علي الكلام لك. مساء الخير حسن لك وللدكتور مازن البيسي، تحية لجميع المشاهدين. الجولة المكثفة على التعديلات يلي أجرت على قانون التحكيم رح نبدأها مع المادة الأولى المتعلقة بالإعلانات التجارية وأرضيات الملاعب. حاليا للمادة الثالثة يلي تتعلق بسلطات الحكم قبل المباراة وعلى تداخل أشخاص من خارج الملعب مع المباراة.
إلى تعديلات المادة الرابعة، وهي مادة تتعلق بتجهيزات اللاعبين مثل المشد أو الضاغط وغيره. منتابع. المادة الخامسة من قانون التحكيم ركزت بشكل كبير أنه الحكم لازم صلاحياته تنطلق من نص القانون ومن روح اللعبة كمان. إذن حسن رح نرجع لعندك بانتظار أهم يعني التعديلات التحكيم بوقفتنا الثانية. شكرا علي. وقفة ثانية بعد شوي لموضوع التعديلات على قانون التحكيم. دكتور مازن بدي أرجع لعندك. قبل وقفة التحكيمية حكينا عن نقاط مهمة، حكينا عن رؤية. شو هي الرؤية؟ شو بدكم من المنتخب هلأ؟ شو بدكم من المنتخب 2017؟ شو بدكم من المنتخب بعد شوي؟ باختصار لو سمحت. مثل ما كنا عم نقول انه يعني ما نكون نحن حاطين رؤية او نتيجة او هدف لهيدا المنتخب وتروح الفكرة باتجاه هدف تاني. نحن المنتخب بطور تأسيسه، المنتخب عانى بفترة سابقة من عدة امور انت بتعرفها والجمهور كله بيعرفها، وبالفترة اللي بعدها تم اعتزال مثل ما قلنا 3-4 لاعبين اساسيين داخل المنتخب وهن كانوا عماد هذا المنتخب. تم استدعاء مجموعة من اللاعبين الواعدين بفئة باعمار صغيرة. تم دمج المنتخب الاول منتخب الاولمبي بجهاز فني واحد. العمل حاليا هو على بناء منتخب متجانس عمريا، متجانس من ناحية اللياقة البدنية، من الناحية النفسية، من ناحية الأداء، تمهيدا لاستحقاق اللي له علاقة بتصفيات كأس العالم، بتصفيات آسيا 2017، ولكن هدفنا الأساسي بال 2019. أنا بقول لك من هلأ لل 2019 يمكن هذا المنتخب يكون مستواه مش مثل ما بدنا نحن كاتحاد، يمكن يكون مستواه متوسط، ولكن على المدى البعيد نحن عم نشتغل على موضوع الفئات العمرية وحاطين كل تركيزنا وكل اهتمامنا بالفئات العمرية. من الحلقة رح نحكي عن الفئات العمرية، خزان المنتخب الأول ويكون في مجموعة متجانسة ومتآلفة للاستحقاقات اللي لها علاقة بالمنتخب الأول. كتير منيح. بس الجمهور دكتور مازن بيسأل انه معقول انه انتم والله عاملين خطه لاربع سنين لقدام،
ومع كل الاحترام يعني عم تلعبوا ضد أفغانستان، أنه مين أفغانستان بعالم كرة القدم؟ هيدا كلام انكتب على الفيسبوك، انكتب من الجمهور، انكتب من زملاء إعلاميين، أنه في سوء اختيار بعض الخيارات لإلها علاقة ضد من نلعب بالفيفا دايز. يعني إذا هيدا المنظار اللي متبع، معناتها اللي أخذ كأس الكفر ليس بكافي. معناتها مثلا إذا قلنا ألمانيا أخذ كأس العالم هي رقم واحد، أو البرازيل أو إسبانيا، ما بيلعبوا مع رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم عشرة أو رقم 15. لا، مش سليم هيدا. بالإعداد في عدة أمور المطلوب أنت تشتغل عليها، في الموضوع اللي له علاقة باللياقة البدنية والأمور الفنية، هيدا بتتطلب مباريات أقوى مع فرق أقوى منك عشان تحضر الفريق اللي عندك من ناحية القوة، من ناحية اللياقة، من ناحية من عدة أمور فنية. ولكن بشكل تاني في أمور إلى علاقة بالناحية النفسية، المطلوب تلعب مباريات أضعف من الفريق اللي أنت عم تلعب معه. ليش؟ لحتى تحفز اللاعب اللي عندك وتحفز اللاعبين أو المنتخب اللي موجود على التهديف وعلى نظرية الربح، أنه قدرة على الربح. أنت بتعرف أستاذ حسن، ما عم تلعب مع فرق أقوى منك، يمكن معظم الوقت البروبابيليتي مثل ما بيقول الامكانيه للربح يمكن صعبه، التعادل او ربح الفريق الخصم هو له الاولويه. ولكن لما بتجي انت تلعب مع فرق اضعف بتكون عم تحفز لاعبينك انه لا، عندكم قدره على طريقه التعاطي داخل الملعب بحريه، طريقه تسجيل الاهداف، وهذا هو كان المطلوب من مباراه افغانستان. نحن اذا بتشوف المباريات اللي حطينا ب 2016 كان عندنا مباراه مع منتخب الاولمبي، عفوا المنتخب الاردني، تعرف مستواه اعلى منا، ولكن نحن سجلنا بالبدايه ورجعنا تلقينا هدف، بس مباراه كانت قاسيه وقويه. عندنا المباراه كانت ثاني مع افغانستان، صحيح مستواها ومتدني فنيا الأفغانية، مش من نظر يعني المشكله انه نظره الاخرين لافغانستان كانه هي من دول. بالمناسبه لو بنقرا عن افغانستان شو عم يتطوروا الجماعه بطريقه سريعه، امكانياتهم بس برضو اعلى مننا بالبساطه كامكانيات، برضو هن كمستوى يمكن اقل منا فنيا، وهذا شيء ايجابي بالنسبه لنا انه نحن نسجل، وهذا اللي استفدناه نحن بالمباراه، سجلنا هدفين ورسخنا ثقافه الفوز عند الفريق اللبناني اللي كنا بنفتقده. المباراه الجايه عندنا مباراه مع كيرغستان، واللي بعدها عندنا مع غينيا، واللي بعدها عندنا مع الأردن، بعد عندنا مباراة بشهر 11 إن شاء الله حيكون مع مستوى فريق متقدم. ولكن مثل ما قلنا نحن كان المطلوب من لجنة المنتخبات وبالجهاز الفني أنه نحن نعمل نوعين من المباريات، مباريات قوية لحتى نحفز اللاعبين، ومباريات أضعف فنيا لحتى نرسخ بالموضوع النفسي أنه قادرين نسجل ونربح. رح نتابع ايضا عن موضوع المنتخبات وموضوع التحكيم، انما قبل وقفه مع العهد يلي رح يكون يوم الاربعاء الجاي على موعد مع تاهل مرتقب ان شاء الله الى نصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي. هالشي حتى يحصل لازم يستلزم العوده من ارض المحرق البحريني بنتيجه تتلائم مع فوز العهد ببيروت بهدف واحد لاحمد زريق. تابعوا معنا مشاهدينا نظره لراي لاعبين العهد ومدربهم بالمباراه الذهاب ومباراه الاياب. احنا مش رايحين على البحرين نزهة، رايحين نعمل شغل اللي علينا، رايحين نتأهل بإذن الله، حاطين إيدينا بإيدين بعض إن شاء الله. نحن تعادل بكفينا وفينا نجيب جول هونيك، إذا سجلنا هدف إن شاء الله بصير بدون ثلاث أهداف بصير صعب عليهم، ونحن قادرين نسجل وقادرين نلعب مباراة كبيرة عم نلعبهم. فيك تقول فرطنا بالتأهل امبارح من هون، كنا قادرين نحن خاصة بتاني شوط إنه ننهي المباراة هون، إنه الفريق انطرد له واحد كان عنا أغلبية لنا، كانت سيطرة لأننا بس أدائنا ما كان مثل المتوقع يعني. بس بالنهاية أنت بتعرف يعني بتطلع ربحان من المباراة أحسن من تكون متعادل أو خسران منها. اللاعبين كانت متحضرة معنويا للمباراة، قدرنا نسجل هدف بكير، وهذا الأهم بالمباراة يعني اللي طلعنا منه، أنه ما أكلنا هدف وسجلنا هدف، هذا أهم شيء طلعنا منه بالمباراة. بالمباراه كل السيطره على نادي العهد مثل ما شفتوا. Well, maybe many don't know this, but يمكن كتار ما بيعرفوا انه المحرق ما خسر اي مباراه لهلا بكاس الاتحاد الاسيوي. بدور المجموعات فازوا بخمسه من اصل ست مباريات. نحترم منافسنا، فريق قوي، والفوز 1-0 مهم بالنسبه لنا، نتيجه ايجابيه خاصه انه المحرق ما سجل خارج ارضه. 1-0 is good because they did not score. طبعا
طبعا مشاهدينا تمنياتنا للعهد، تمنياتنا كلنا للعهد انه نشوفه بعد يوم الاربعاء بالليل بنصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي. وبدي ارجع مره ثانيه لعند علي لجوله ثانيه مع تعديلات القوانين يلي دخلت على قوانين التحكيم بكره القدم. علي شكرا حسن. تعديلات طفيفه لكن مؤثره بالمواد 8 9 و10 من قانون التحكيم من تبع سوا. إلى المادة رقم 11 نقاط أساسية تغيرت بالنسبة لقانون التسلل، منتابع بعضها بالنص قبل ما نشوف البعض الباقي بآخر فقرة بالفيديو. وما بين المادة 12 و17 عدة أمور تغيرت، منتابع شو هي. We'll be right back.
رح نرجع لعندك حسن حاليا بالجزء الثالث رح نتابع تعديلات مهمة ونشرحها بالفيديو. شكرا علي وآن الوقت هلأ لهيك رياحة شوي بعد كل هالتعديلات اللي تابعتوها اللي رح تشوفوها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقع الجديد. آن الوقت لناخد بريك إعلاني بنرجع بعده لنتابع حوارنا عن المنتخبات اللبنانية مع رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن أبيسي. بريك وبنتابع. عودي مشاهدينا لمتابعة أوفسايد وبننطلق بالجزء الثاني من الحلقة مع تقرير عن ملاحظات وصعوبات إذا فينا نقول وعوائق عم تعيق تطور المنتخب اللبناني. بنتمنى من الدكتور مازن أبيسي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد يدون التساؤلات يلي رح نطرحها بالتقرير حتى يقدر يجاوبنا عليها بعده. أساسية بموضوع المنتخب الأول وهي غياب العين اللبنانية بجانب المدرب الأجنبي، كتار بيتساءلوا ليش ما بيكون في خبير محلي بالجهاز الفني، وإذا تعذر هالشي لحساسيات ضيقة ليش ما بيكون رضا عنتر أو يوسف محمد أو الاثنين. النقطة الثانية تتعلق بأسماء اللاعبين، فلو عدينا أسماء يلي تم استدعائهم لمنتخبنا الوطني خلال السنوات الأربع الماضية لوجدنا كم كبير، وهيدا شي مش منطقي لنادي، فكيف لمنتخب؟ المنتخب بيختصروا اسمه النخبة، والنخبة ما بيسوى تكون حقل تجارب لكل لاعب تميز بمباراة أو اثنين، والمنطق بيقول استدعاء لاعبين تميزوا بسلسلة مباريات، الشيء اللي بيعكس استقرار بمستواهم. النقطة الثالثة تتعلق بالمحترفين بالخارج ومستوى بعض اللي عم تم استدعائهم ومدى فايدته للمنتخب، وأسئلة عن أمين يونس وباسل جرادي وغيرهم، والتواصل مع بعض المتحضرين من جذور لبنانية. النقطة الرابعة بتختص بمحاسبة الجهاز الفني أو أقل مناقشته، فهل من المنطق غياب لجنة فنية استشارية من أصحاب خبرات تسأل المدرب عن خياراته وأسبابه، وواحد منها مثلا إشراك لاعب موقوف ثلاث مباريات بلقاء استعدادي لمسابقة رسمية. النقطة الخامسة، هل نحن مأمنين بالمنتخب الوطني وإمكانية تحقيق إنجاز ما؟ إذا الجواب هو نعم، شو سبب عدم إحياء لجنة دعم المنتخب وهي لجنة قادرة أن تأمن دعم لوجستي ومعنوي ومالي للمنتخب؟ أخيرا سؤال عن استراتيجية المعتمدة لاختيار اللاعبين لمنتخبات الفئات العمرية وحتى عن المدربين يلي عم يديروا هالمنتخبات، وبكل احترام هل هن الأفضل؟ طبعا تساؤلات هي تساؤلات الناس دكتور مازن. التساؤل الاخير اللي له علاقه بالفئات العمريه بتتمنى عليك نخليه للجزء الاخير من الحلقه، رح اسالك اياه. سجلت ملاحظاتنا وتساؤلاتنا، بتمنى تجاوبنا عليهم بسرعه على كل سؤال. في سؤال له علاقه، ما بعرف اذا حضرتك سجلتهم كمان. بعرفهم. في بتعرفهم. في الموضوع اللي له علاقه باستعانه بلاعبين لهم باع طويل، دودو ورضا لهم فضل على الكرة اللبنانية، لهم فضل على أندية بلبنان، لهم بصمة كتير كبيرة بأندية خارج لبنان، ولهم بصمة كتير كبيرة بالمنتخب. نحن بطور الإعداد لتشكيل لجنة مدربين لتكون مسؤولة عن يعني عبارة عن مجموعة من المدربين الأساسيين بالدوري اللبناني إضافة لمجموعة من اللاعبين القدامى ليكونوا هن نواة لجنة تقييمية لعمل مش بس المنتخب، لعمل المنتخبات بشكل عام، وتكون هي آهلة للتعاون والتنسيق ما بين عمل المنتخبات من جهة وعمل الأندية بجهة تانية. لأنه بتعرف أستاذ حسن المنتخب هو عبارة عن مجموعة من اللاعبين منتقين من الأندية، نفس الشيء بموضوع الفئات العمرية، وكل ما كان المستوى الدوري متقدم كل ما كان عدد اللاعبين أفضل وإعدادهم أفضل، وكل ما كان مستوى الدوري متدني وعدد المباريات أقل، عم بحكي بالفئات العمرية، كل ما هول اللاعبين صار في صعوبة بأنه يكونوا بمستوى يمثلوا بلدهم. حتى نستفيد منك أكثر بدنا أجوبة سريعة، ليش دودو أو رضا أو أي حدا لبناني مش مع الجهاز الفني حاليا نحن تم انتقاء هذا الجهاز الفني اللي موجود حالي ليدير المنتخب الاول، منتخب الاول الاولمبي، ونحن حطينا كامل الثقه فيهم بالمرحله الجايه ان شاء الله، خصوصا انه رضا بعده بارض الملعب ويوسف كمان بعده بارض الملعب. المرحله الجايه نحن صار في حكي نحن وياهم لهول اللاعبين لاعبين الاثنين، وفي غيرهم من اللاعبين كمان موجودين بعضهم، ان شاء الله بالمرحله الجايه بيكونوا هن يتطوروا من ناحيه التدريب ومن ناحيه الخبرات التدريبيه، ساعتها نحن جاهزين مش بس نستعين في
فيهم كخبراء وان شاء الله نستعين فيهم بامور ثانيه. هل يعقل ان المنتخب حقل تجارب؟ بعرف رح تقلي انه هذا شان الجهاز الفني، لا بس المنتخب هو الاليت، هو مش رح اقول لك استاذ حسن، هيدا الواقع. نحن يا اما نحط ثقتنا بالجهاز الفني وبالمدرب لانه بالنهايه هو صاحب المسؤوليه بالخساره او الربح، لا اما نحن بدنا ندخل بعمل الجهاز الفني ويصيبنا مثل ما صابنا بالفترات السابقه اللي قبل. انا اخذ قرار من لما استلمت هيدي اللجنه، ما بسمح لحالي انا اتدخل بموضوع اللاعبين. سبق وحكيتك وحكي قبل شوي انه نحن في استفسارات عن لاعبين محددين تم استدعائهم ليش، وفي شيء نحن تدخلنا فيه، ولكن بالشكل الكبير نحن تركنا العمل وتركنا الانتقاء اللاعبين للجهاز الفني مثل ما قلنا لانه هو مسؤول. برجع بقول لك انا مسؤول عن المنتخبات، ما سمحت لحالي انه انا اتدخل بهيدا، وما سامح لحدا من الاعضاء اللي موجودين. نحن متفقين كاعضاء وكلجنه منتخبات انه ما يصير في تدخل، وبعدني وبقول لك من منبر اوفسايد وقدامك مش راح اسمح لمين ما كان انه يتدخل بعمل المنتخبات وبشكل خاص المنتخب الاول. هذه اشاره برجع لها بالاخر، لان انا بشوفها اشاره مش مجرد جمله. استدعاء لاعبين من جذور لبنانية، أي أساس؟ مين عم بيشوف السي في؟ أمين يونس، باسل جراد، اثنين منهم، وين قضيتهم؟ لك خلينا بلا ما نفوت بالتفصيل بأمين يونس وباسل لأنه لهم أمور محددة مش المفروض أنا حددت باسل لأنه في خصوصية، لأنه ما بقى يقدر يلعب إلا بلبنان أصلاً. أمين لا بيقدر حتى يلعب. حتى أمين يعني في أمور صار فيها مد وجزر بهذا الإطار، خلينا نترك الأمور مثل ما هي. بشكل عام صدقني عم نشتغل على لاعبين موجودين خارج لبنان، ولكن وين القصة؟ أنا بالنسبة إلي قعدي واثنين وثلاثة أنا والشباب وأنا الجهاز الفني كان مطلبي واحد، أنه مش المطلوب أنا افتح برات لبنان وفتش على عيبة إذا في لاعبين آهلين بالمنتخب اللبناني أو بالدوري اللبناني قادرين يغطوا 60% أو 70% من داخل الملعب، لأنه أنا بقول لك اللاعب اللبناني اللي بيلعب بالدوري اللبناني إذا مستواه لو أقل فنيا من اللي برا قادر يعطي كبلوزي مثل ما قلنا كانتماء اكثر من الشخص اللي موجود برا. اضف له انه متطلبات اللاعبين اللي برا اكثر بكثير من يعني من المطلوب من انتاجيتهم بالداخل اللي موجود عندنا او مثل المطلوب منه. الاهم منهم كلياتهم سوا يا استاذ حسن، نحن المطلوب نشتغل على توليفه داخل الفريق، يعني المطلوب نحن نجي نشوف اللاعبين اللبنانيين بأرض الملعب بمباراة 2 3 4 5 ومن بعدها بنعمل تقويم لهيدا الفريق بنشوف وين ناقصنا. حاليا مثلا ناقصنا رأس حربي معروف، ناقصنا ارتكاز ودفاع شمال بشكل اساسي ورأس حربي، ولكن بعد ما نكون استنفذنا الموضوع اللي له علاقة بالداخل اللبناني بنروح باتجاه الخارج. اما استدعاء الخارج كيف ما كان مثل ما كان بالسابق هيدا شيء بضر المنتخب، وانا اعتمادي وبكل صراحة قلتها هون وبقولها بالسابق وقلتها داخل الاتحاد، انا اعتمادي على اللاعب اللبناني لانه هو صاحب الارض، هو الاساسي اللي ممكن يعمل لي شيء نتيجة بالداخل وبالخارج. نقطة اخيرة هي لجنة دعم المنتخبات، بس قبلها بدي اقول انه احنا رايحين على كذا أسبوع متتالي من الدوري، بتمنى على الجهاز الفني للمنتخب ما يحكم على مباراة، يشوف اللاعبين بكذا مباراة. شفنا أدمون شحادي، شفنا سعيد عواضة، شفنا لاعبين مميزين بيستاهلوا يشوفوا، بس خلينا نراقبهم عدة مباريات. في طبعا أعطيت مثالين بس في غيرهم أكيد، في غيرهم كتير يعني من اللجنة عم بيكون عم بيتابعوا، بس في شيء موضوع أساسي له علاقة بجوان عمري. صح سؤال صح. ليش أنا كنت مع استدعاء جوان عمري حتى لو كان موقوف، وانا كنت مع انه يلعب جوان عمري بالمباريات الودية اللي موجودة لفترة من الفترات لعدة اسباب، بس مش 80 دقيقة. هلا هيدا الموضوع خاص بالمدرب، انا عم بحكي كالاستدعاء وكلعب. أوكي. المطلوب لاعب نحن بحاجة له، لاعب نحن بدنا اياه بالفترة. ثلاث مباريات صحيح رح يغيب ثلاث مباريات، بس يا استاذ حسن نحن عنا مش بس ثلاث مباريات، عنا غير هالمباريات ونحن عم نحضر للفترة اللاحقة. اذا بتجيب لاعب هلا مثل جوان عمري بتسلخه عن الفريق لفترة طويلة خلال المباريات الودية وثلاث مباريات رسمية برا، انا عم اقول لك ما حيكون في انسجام بالفترة اللاحقة. بين هلالين بدي ارجع لعند علي شوي، بين هلالين بس بقى او لا، هل كان هناك فكرة لدى الجهاز الفني قبل اصابة دودو، بتمنى له السلامة لدودو، استدعاءه مجددا؟ انا سمعت بالاعلام هيدا الشيء، ما بعرف قديه ما وصل لك نسبة قديه نسبة صح ولا غلط، بس انا بقول لك في اشياء معينة سبق وحكيتها قبل شوي، لن اقبل بانه حدا يتدخل بعمل لجنة المنتخبات.
خلينا نريح مجددا مشاهدينا عند علي حجازي. وعلي محضر لنا جولة ثالثة من التعديلات على قانون التحكيم، وهالمرة دخلنا بلعبة الفيديو بالاشياء اللي بنقدر نشرح لكم اياها اكثر بالفيديو. علي تفضل. صحيح حسن، شروحات بالفيديو لبعض التعديلات، وبنبدا مع المادة رقم 3 وبتتعلق بشخص خارجي تداخل مع اللعب. الملعب لاعب احتياطي او لاعب مستبدل او لاعب مطرود او احد مسؤولي الفريق وتداخل باللعب او مع منافس ومنع تسجيل هدف، يطرد الشخص المتداخل وبيتم احتساب ركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء تبعا لموقع حصول المخالفة. بالفيديو اخصائي العلاج قام بالدخول الى الملعب والتداخل باللعب من خلال لعب الكرة، القرار هو ابعاد هالشخص واحتساب ركلة جزاء ضد فريقه لانه المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء. إلى المادة رقم 7 والتعديل الخاص اللي طرأ بسبب ارتفاع درجات الحرارة. صار مسموح إيقاف اللعب بالدقيقة 30 ليتمكن اللاعبين من شرب السوائل بالأجواء الحارة، على أن يضاف وقت التوقف إلى الوقت بدل الضائع. ننتقل حاليا مشاهدينا إلى المادة رقم 8 وكيفية لعب ركلة البداية بالمباريات. البداية بأي اتجاه مش إلى الأمام حصرا. إلى المادة رقم 8، بنبقى بمادة رقم 8 كمان بتعلق بوظيفة الحكم أثناء عملية إسقاط الكرة. تجديد على الحكام بعدم التدخل عند عملية الإسقاط لجهة تحديد مين بيشارك أو لجهة توجيه نتيجة الإسقاط، بمعنى أكثر وضوحا مش لازم يطلب الحكم من اللاعب ركل الكرة إلى الفريق المنافس أو إلى أي اتجاه، أو يطلب من لاعبي الفريق المنافس الابتعاد تحت عنوان اللعب النظيف. من المادة 8 إلى المادة رقم 10 وهي بتختص بالقرعتين مش القرعة الوحدة يلي صار بتوجب على الحكم إجراءهم قبل عملية الركلات الترجيحية. قرعتين بدل الوحدة، الحكم بيجري قرعة لاختيار المرمى يلي رح يتم التسديد عليه، وبيكون دور كابتني الفريق مشاهدة القرعة فقط وتبلغ النتيجة، ويمكن للحكم أنه ما يعمل هالقرعة إذا كان اختيار أحد المرميين صعب بسبب السلامة أو حالة الأرضية أو صلاحية المرمى المنتقى للنقل التلفزيوني. من بعدها الحكم يجري قرعة تانية لتحديد البادئ بتسديد الركلات الترجيحية. تعديل مهم جدا، وين تتنفذ مخالفة التسلل وفق التعديل اللي يلي تم على المادة رقم 11؟ سؤال كتير عم يتوجه لنا، منتابع سوا. بمخالفة التسلل يتم التنفيذ من المكان يلي لمس فيه اللاعب المتسلل الكرة أو من المكان يلي تداخل فيه مع المنافس، بينما بالماضي كان التسلل يحتسب بمكان اللاعب المتسلل لحظة انطلاق الكرة. ننتقل إلى المادة رقم 12 وبتشرح طبعا عن شروط تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة. إذا ارتكب لاعب مخالفة بتستحق الإنذار الثاني أو الطرد وقرر الحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة وما كان هاللاعب متداخل باللعب، لازم ينطر الحكم حتى تصير الكرة خارج اللعب لينفذ العقوبة. أما إذا كان اللاعب متداخل باللعب، على الحكم إيقاف اللعب وطرد اللاعب ومن بعدها استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة. مشاهدينا رح نبقى مع المادة رقم 12 يلي بتتعلق بمبدأ إتاحة الفرص، لكن هناك شرط إضافي منتابع. مبدأ إتاحة الفرصة لا يطبق بحالات الطرد على أنواعها إلا إذا كان في فرصة واضحة لتسجيل هدف. نبقى مع المادة 12 واللمس المتعمد باليد وكيفية تعامل الحكم معه بعدة حالات معينة، منتابع. مش كل لمس متعمد للكرة باليد يستحق الإنذار، بيعتمد الإنذار على ما سينتج عن اللمس المتعمد، وعلى سبيل المثال بيستحق اللاعب الإنذار إذا لمس الكرة بإيده وتسبب بإيقاف هجمة واعدة، أو إذا كانت الكرة متجهة نحو المرمى مباشرة، أو إذا سجل المهاجم هدف بإيده. بالفيديو اللاعب الأبيض تعمد لمس الكرة باليد مانع عن المنافس من الاستحواذ عليها، وهون مخالفة واضحة إلا أن ما أوقفت هجمة واعدة والقرار هو ركلة حرة مباشرة فقط. جولة أخيرة متبقية من التعديلات على قانون التحكيم، حاليا رح نرجع لعندك حسن وضيفك الدكتور مازن قبيسي. علي شكرا، بس أنا هون بدي أقول لك شغلة، لما الضيف بيكون قاعد عندك وبقول لك مرتين لن أسمح، هيدي مش لمسة يد متعمدة؟ أكيد دكتور. اللي أساساً شو لن أسمح مرتين؟ مين عم تقول لا يعني شو المقصود؟ في فكرة، مين المقصود؟ في فكرة عامة، مين عم يتدخل حتى عم تقول بشكل عام؟ أنا عم بحكي بشكل عام، إذا في ناس معتقدة انه عمل المنتخبات يدار باعداد خاصه بورا المكاتب، انا بقول لك معي ما بتمشي الامور هيك. انا اخذ عاده حالي من لما استلمت لجنه المنتخبات انه اعمل على حمايتها واشتغل بشكل موضوعي، واي انتقاد
اللي بيشتغل أكيد بيغلط. أنا جاهز لأسمع أي انتقاد إذا في شيء أخطأنا فيه عن قصد أو عن غير قصد، ولكن طريقة العمل بخارج إطار لجنة المنتخبات، طريقة عمل غير خارج إطار اللجنة التنفيذية أنا ما بتمشي معي. أنا حاطط خطة عمل بال 2017 في انتخابات، من المفترض أنه أنا أسلم هيدي اللجنة مع تقرير على طريقة عملنا، وأنا مثل ما حنحكي هلا بالفترة اللاحقة أنه نحن عاملين خطة وعاملين استراتيجية، مش هقبل مين ما كان يجي يعرقلي هيدي الخطة لأسباب شخصية ولأسباب غير شخصية. المرحلة السابقة اللي مرقنا فيها ما هقبل تكون على أيامي. إذا لحقتك لأسألك مين وكيف؟ لك ما تفوتني بالتفاصيل، خلص هيدا أنا عم بحكيها بشكل عام، وهي أول مرة أنا بطلع بحكي بهيدي الطريقة على التلفزيون. المنتخبات في خطة عمل إلهم وماشيين على السكة السليمة. ما حقعد كتير لأنه مش الوعد مش المطلوب أن نحن نقعد، مطلوب أن نحن نفرج العالم على الأرض. ما حقعطي أكتر من حجمنا، لا حقعطي أقل من حجمنا حتى ما نقعد العالم بأكتر منين. ولكن كل إنسان وهو بيعرف، يعني الأشخاص اللي عم بيحكيون أنه بيعرفوا حالهم، معتقدين أنه بإعداد خاصة بطرق خاصة قادرين يأثروا على عمل المنتخبات لأسباب شخصية عندهم لأسباب خاصة عندهم، ما يجربوني بهذا الإطار. طيب نقطة أخيرة قبل ما أروح على بريك وبعدين رح نحكي عن الفئات العمرية. حكيت عن هل في شي سنة مأمنين بالمنتخب ولا لا؟ إيه؟ مش لازم تسأل عنه؟ ما طبعا مين قال لك، ما أنا كله مسجل. أنا حقول لك شغلي، لما ربحنا على إيران أيام فترة بوكير واللي بيعتاد هي الفترة الذهبية لمنتخب لبنان، بالرغم من الوضع اللي كان سيد بوقتها، شفنا في 30 35 ألف لبناني من أقصى الشمال لأقصى الجنوب موجودين، شفنا شو أهمية الربح للبناني داخل لبنان وخارج لبنان، وأنا شفتهم بدبي وشفتهم كيف كانت العالم من كل الدول العربية وحتى أفريقيا وأوروبا جايين ليحضروا المنتخب اللبناني. اللي ما بيأمن بالمنتخب اللبناني مش مأمن بوطنه. نحن والشباب اللجنة التنفيذية مأمنين بالمنتخب، حتى اللاعبين مأمنين لأنه عم بيضحوا. أكتر فرد عم بيضحي بعائلة الاتحاد هو اللاعبين اللي عم بيلعبوا، لأنه لا في بدل مادي ولا في أي شيء تاني ولا في تقديمات، هو اللي عم بيضحوا من عرقهم وعم بيضحوا في جميلهم في سبيل مصلحة البلد. كلنا بأمنين بالمنتخب، ولكن نطلب أعطونا وقت لحتى شيخ تاخدوا منا إنجاز على مستوى كرة القدم. طبعا رح نتابع حوارنا مشاهدينا، انما بعد وقفه اعلانيه تانية مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اللبناني لكره القدم رئيس لجنه المنتخبات دكتور مازن أبيسي. بريك وبنتابع. عودي مشاهدينا لمتابعة أوفسايد بالجزء الأخير من هالحلقة، وضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد اللبناني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات دكتور مازن أبيسي. إنما خلينا نشوف نحن وياكم قبل النتائج الكاملة للدور التمهيدي الأول من كأس لبنان يلي أجريت مبارياته يوم السبت ويوم الأحد. لجنة التنفيذية هذا بالنسبة لنتائج دور التمهيدي للدور الأول التمهيدي مثل ما قلنا من كأس لبنان. بنروح منه على مواعيد بطولة لبنان لأندية الدرجة الثانية. الجمعة بيلعبوا المبقى مع الإصلاح على ملعب العهد الساعة 3:30، رياضة والأدب مع الأهلي النبطية باحتياط طرابلس كمان 3:30، كل المباريات 3:30. السبت مباراتين، الشباب الغازي ناصر باغلياس بكفر جوز، الشبيبي المزرعة والأمل معركي بملعب الصفا، الأحد مباراتين الهومنتم الأهلي صيدا ببرج حمود، والشباب العربي مع الحكمة على ملعب الصفا، إعادة لمباراتهم بالكاس اللي انتهت لفوز الشباب العربي 3-2. مواعيد دوري ألفا بالجولة الثانية التي ستكون صاخبة جدا كما يبدو. الجمعة مباشرة على شاشة الجديد التضامن سور مع الأنصار بملعب سور البلدي بدءا من الساعة 3:15. السبت ثلاث مباراتين، ريسينج وطرابلس على ملعب العهد، والسبت أيضا مباشرة النبيشيت يستضيف النجمة ابتداء من الساعة 5:10 على شاشة الجديد مباشرة من النبيشيت. الأحد ثلاث مباريات، الاجتماعي بيستضيف السلام بطرابلس قمة شمالية، الشباب الساحل يستضيف العهد على ملعب صيدا البلدي،
وقمة الجبل. الأخاء يستضيف الصفا على ملعب حمدون البلدي مباشرة على شاشة الجديد ابتداء من الساعة 3:15. إذن أسبوع صاخب بالجولة الثانية من دوري ألفا. منروح من هالدوري يلي منتظرينه قوي الهيئة دكتور مازن. مستوى التحضير على كلاعبين وكأجانب هيدي السنة أفضل من السنوات الماضية. خلينا نرجع مشاهدينا على الحجازي والجولة الأخيرة مع موضوع التعديلات على قانون التحكيم، ومن بعدها بنختم بحوارنا عن منتخبات الفئات العمرية مع دكتور مازن أبيسي. علي، الجولة الأخيرة حسن من التعديلات يلي طرقت على قانون التحكيم، متى يستوجب الأوبستراكشن أو اعتراض الطريق البطاقة أو الإنذار؟ اعتراض الطريق أوبستراكشن هو خطأ بيستوجب العقوبة فقط إذا منع هجمة وعدة. تعديل آخر طرأ على العقوبات اللي بيلجأ لها الحكم، وهو التعديل ضمن المادة رقم 12، وهي الأكثر تأثيرا ضمن المواد. لما بيرتكب لاعب مخالف داخل منطقة جزاء فريق ومنعت المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف، ولما بتترافق المخالفة مع دفع أو مسك أو سحب الخصم، أو كان اللاعب المخالف مش عم يحاول لعب الكرة أو عنده إمكانية المنافسة عليها، أو كان نوع المخالفة يلي ارتكبها من النوع يلي بيعاقب عليه القانون بالبطاقة الحمراء مثل اللعب العنيف أو السلوك المشين، بهالحالة بيقوم الحكم بالإعلان عن ركلة جزاء مرفقة بطرد اللاعب. بالفيديو الطرد مؤكد بسبب منع فرصة محققة لتسجيل هدف موجودة، مخالفة مع مسك منافس وما في تنافس على الكرة. إذا تنافس لاعبين على الكرة خارج ميدان الملعب وصار احتكاك بيناتهم، ما هو قرار الحكم؟ تنافس لاعبين على الكرة وصاروا نتيجة التنافس خارج ميدان اللعب، وقام واحد منهم بمسك منافسه ليمنعه من العودة أو قام بركله، بيستأنف الحكم اللعب بركلة حرة مباشرة من النقطة الأقرب لحدوث المخالفة، وإذا كانت المخالفة خلف خط المرمى بيتم احتساب ركلة جزاء. بالفيديو اللاعب الأبيض ارتكب المخالفة خارج الملعب والكرة باللعب، بالسابق كان القرار إيقاف اللعب وإنذار اللاعب للتهور واستئناف اللعب بإسقاط الكرة، أما هلأ فأصبح القرار إنذار لاعب وركلة حرة مباشرة. احتساب ركلة الجزاء، ما تسجل الهدف والحارس يتحرك من مكانه، شو بتقول المادة رقم 14؟ تحرك حارس المرمى قبل ما تصير الكرة باللعب وما أسفرت ركلة الجزاء عن هدف، تعاد الركلة وينذر الحارس. نذكر كنا مشاهدينا ركلة جزاء برشلونة الشهيرة يلي نفذها ميسي لسواريز وتم تسجيل الهدف، وهذا هدف شرعي، لكن ماذا لو تم تحريك الكرة إلى الخلف؟ إذا ركلت الكرة إلى الخلف عكس اتجاه المرمى بيستوجب على الحكم احتساب ركلة حرة غير مباشرة. بالمادة 14 توضيح حول التمويه أثناء تسديد ركلة الجزاء، هناك حالة رح نتابعها بالفيديو للاعب مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا. قام اللاعب المسدد بالتمويه بعد انتهاء مرحلة الجري، بيقوم الحكم بإنذار المسدد وبيستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة بغض النظر عن نتيجة الركلة. نبقى مع المادة رقم 14 حول ركلات الجزاء، إذا لاعب نفذ ركلة الجزاء غير اللاعب المقرر عنه المعرف عنه للحكم، ما هو قرار الحكم؟ إذا قام زميل اللاعب المسدد المعرف عنه للحكم بتنفيذ ركلة الجزاء، ينذر هالزميل ويستأنف اللاعب بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس بغض النظر عن نتيجة ركلة الجزاء. رح ننتقل حاليا لحالة نادرة جدا لكن تم تخصيص لها مادة، منتابع سوا. إذا ركل اللاعب الكرة بمرمى وخرجت من منطقة الجزاء وأصبحت باللعب ورجعت تلقائيا بسبب الهواء ودخلت المرمى، فهي لا تحتسب هدف بل ركلة ركنية، وإلا يعاد تنفيذ ركلة المرمى. إلى الحالة الأخيرة مشاهدينا، وهي حالة مهمة جدا وممكن تحصل بالمباريات، منتابع. لعب ركلة مرمى بسرعة وكان المنافس لا يزال داخل منطقة الجزاء، لا يستطيع المنافس لعب الكرة أو المنافس عليها بعد خروجها من منطقة الجزاء، وإذا عمل هالشي يتم إعادة تنفيذ ركلة المرمى. هذه هي مشاهدينا أبرز التعديلات على قانون التحكيم الجديد. رح نرجع لعندك حسن طبعا وضيفك الدكتور مازن أبيسي، ومنذكر أنه كل هالمواد رح تم نشرها على موقع الجديد الإلكتروني وأيضا على صفحة الجديد على الفيسبوك الجديد سبورت. شكرا علي، جولتك كانت طويلة اليوم، اجا وقت دكتور نحكي عن الدراسة المعدة من قبلكم للفئات العمرية، شو هي؟ مش مفكر نضمه لعلي للجنة الحكام؟ لا علي بعتقد بجاوب عنه، علي مبسوط بمطرحه بأوفسايد وباللايف الفوتبول وبكل شيء عم يعمله بالفوتبول، وانا مبسوط اكثر. الله يخليك.
تفضل. عارف بدنا نشوف من عندك البرزنتيشن او الباوربوينت اللي رح تمشي مع كلام دكتور مازن اللي طلب انها تكون موجوده معنا على الهواء. تفضل دكتور. يمكن هيدي من المرات القليله اللي بينوضع خطه إلى علاقه بالمنتخبات الفئات العمريه. بالبدايه نحن من فترة 9 أشهر من لما استلمنا لجنة المنتخبات تم تعيين مدير فني خاص بالمنتخبات الفئات العمرية هو كابتن باسم محمد وعملنا أسسنا مش منتخبين فقط لأنه عادة كان يتشكل منتخبين وقبل فترة قليلة التحضير. نحن تحضيرنا هلأ بنحكي فيهم بال 2017 وفي سيب 2019 عملنا منتخب الشباب مواليد 90 منتخب الناشئين منتخب 2001 و2002 و2003 و2004 وهولي الفرق هولي عم بيتحضروا صاروا ما يقارب 9 أشهر. أضف إلهم نحن كان عنا قصة أنه يتم انتقاء اللاعبين اللي بده يكونوا مميزين داخل الدوري ونحضر نأسس فيهم المنتخبات الفئات العمرية يكون في لاعبين كتير منيح ولكن موجودين بالمناطق لم يتم استدعائهم لأنه تعرف التراي أوت بيصير مرة مرتين ثلاثة مش كافيين. عملنا مراكز تدريب وهذه مراكز تدريب موجودة بصيدا وبسور وبالنبطية وببعلبك بقى الأوسط وبالشمال وبيروت جبل لبنان. في شيء له علاقة بالاستحقاقات. نحن مثل ما قلنا صرنا ما يقارب 9 أشهر عم نشتغل على المنتخبات. منتخب الشباب استحقاقه بتشرين الأول 2017 هذا المنتخب صاروا 9 أشهر عم يتمرن صار عامل ما يقارب 12 مباراة هلأ بنحطهم بالضبط وقديش هني وعملنا دورة ودية بفرنسا. نفس الشيء منتخب الناشئين كان عنده معسكر من أسبوع ببحمدون هذا ببطولته بآسيا بأيلول 2017. منتخب 2001 عم نشتغل عليه صرنا ما يقارب 6 أشهر استحقاقه بال 2019 نفس الشيء منتخب 2003 هيدا عنده مهرجان آسيوي صرنا كمان ما يقارب 6 أشهر. ومنتخب 2004 هلأ إن شاء الله نحن بطور إعداده بالأسبوع القادم. هيدا عملنا إحصاءات للاختبارات بكل محافظة وبكل مركز تدريب بإجمالي اختبارات. عملنا اختبارات لألف وعشر أولاد موجودين. هيدي صور حاطينها على الاختبارات اللي صارت بجميع المحافظات. البرنامج التدريبي المفصل لمنتخب الناشئين لحين استحقاقه عملنا معسكر التدريب مثل ما قلنا من أسبوع مبارياته الدولية أمتى واستحقاقه أمتى وكمان بالنسبة للمنتخب الشباب وعندنا نشاطات المنتخبات المركزية بالفترة الصيفية شو كانت قدي عدد المباريات اللي تمرناها اللي عملناها قدي عدد التمارين اللي صار وكم يوم رياضي هو جمعنا فيه مراكز تدريب بالمحافظات بمطرح واحد. بس هون يخلينا هون بدنا نوقف عند شوي على الاقتراحات. مثل ما قلنا نحن لجنة المنتخبات لما تأسست عملنا عدة توصيات وتوصيات أساسية كانت لتطوير عمل المنتخبات. عم نحكي هلأ حاليا نحن كرة قدم كرة قدم عملنا إلغاء دور الأمال. بتحب نحكي بالمفصل ليش تم لأنه هيدي بالمفصل. نقطة صراحة دكتور هلأ بنرجع لعندهم هول بالصورة هيدي كانت نقطة اعتراض خليني أقول من كتير من الأندية لسببين. أول سبب أنه كيف بتلغوا بدون ما تسألوا الأندية هيدي عملت جاب عند بعض الأندية زوايد باللاعبين إلى آخره. بس بسرعة لأنه الوقت بلش يدي. أنا بدي أقولك يعني كنت بتمنى يكون في اعتراض محدد وللجنة التنفيذية. أنا نحكى معي من نادي ناديان ومن بعد للأسف الأندية في مشكلة دكتور من بأكثر من القضايا بيحكوا بس ما في شيء مكتوب ما في شيء ومن بعد ما يعني من بعد ما تم الرد وتم التحاور احنا اقتنعوا. بس لقلك استاذ حسن دوري بطولة الأمال إذا بتشوف بالفترة السابقة كلهم 4-5 أندية فقط بيشاركوا بدوري الأمال مش أكثر من هيك أبدا. اثنين فيما يقارب 30 لعيب بمعظم الأندية بلبنان إذا مش كل الأندية بلبنان هني محجوزين ما عندهم بطولة ما عم يلعبوا فيها لأنه ما عم بيشاركوا بدوري الأمال. واحد اثنين ما عم نستفيد منه لللاعب لأنه أصلا إحنا عم نشوفه لا عم يكون عم بيشارك بالدوري وحتى الفريق الأول تعيله اللي هو موجود فيه من المفترض يكون عم يلعب فيه ما عم بيلعب. مثل ما بتعرف أنت إذا في لاعب مميز بهالفئة العمرية اللي لها علاقة بالأمال عم بيلعب بالفريق الأول الفريق الأول ما بيخليه يلعب ببطولة الأمال بيتركه للمنتخب الأول ماشي. واحد اثنين بهالحالة نحن عم نكون عم نحجز عدد كتير كبير من اللاعبين من دون ما يشاركوا ببطولة من دون ما يكون عندهم أي تأثير لا بمعظم الأندية اللي موجودة بلبنان بتحرير هول اللاعبين. نحن عملنا خزان يعني عدد ما اعتبر انه في 30 لاعب ضرب 12 شوف قديش العدد
هولي حررناهم، عم نحكي بس بالدرجة الأولى غير بالدرجة الثانية غير بالدرجة الثالثة، لما نحررهم لهولي اللاعبين يا حينتقلوا لنادي ثاني يلعبوا فيه، لا حينتقلوا على مستوى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة. أضف لهم أنه نحن المنتخب الأولمبي هو من هولي الفئة العمرية اللي موجودة، نحن لما عم بتكون بهم دول اللاعبين يلعبوا بكل الأندية أصلاً. أنا إذا واحد مميز عم شوفه بالفريق الأول عم ناخده ونحطه بالمنتخب، هيدا حيساعد بشكل كتير كبير انه يكون في له علاقه خزان بالاندي ونشوف لاعبين جداد، وهيدا اللي صار. في شيء بدك تحكي عن هالاقتراحات بعد؟ خلينا نرجع نشوفهم على الهواء. دكتور تفضل. في عده امور انطرحت وهيدي اثبتت فيها تم تنفيذها باللجنه العليا وهلا عم تطبق بالبطوله اللي موجوده للفئه العمريه الشباب. عندنا مثلا كان بالعاده بالسابق اي فريق موجود اي فئه عمريه في يلعب مع الفئه العمريه الاعلى، في عدد كتير من الانديه كانوا شو يعملوا؟ ياسسوا فريق ناشئين ويلعبوا فيه بالبطوله اللي اعلى. يعني هو ذاته هيدا الفريق توفيرا وغيرها يمسكوا لهيدا الفريق ويلعبوا بالفئه الاعلى. هيدا اثر انه نحن منتخب في منتخبات ما عاد لقينا لاعبين بهيدي الفئات العمرية، أثر على طريقة عمل الفرق اللي موجودة، طريقة المشاركة بدوري هيدي الفئة العمرية. أنت بتعرف الفئات العمرية المنتخبات ما تتقى بالأندية، وإذا كان الدوري بتاعول هيدي الفئات العمرية ضعيف يعني المنتخب بتاعول الفئة العمرية هيدي حيكون ضعيف. وعلى البعد على المدى البعيد أصلا الفريق الأول تعيد هيدي الأندية من المفترض يكون من الفئات العمرية، مشان هيك أخذنا قرار أنه نحن ممنوع حدا يشارك بالفئة العمرية الأصغر مع الفئة العمرية الأعلى فقط بأربع لاعبين. طيب دكتور نحن وقتنا تقريبا خلص، بعد بدي أسألك عن نقطتين بسرعة بس. في عدد كتير كبير يعني إن شاء الله يتم أنه مين شافه بموضوع يعني له علاقة بالتوصيات أو بالقرارات اللي اتخذت، شغلة كتير مهمة لطريقة عمل الفئات العمرية واستراتيجية عمل كرة القدم 10 وحارس، لأنه نحن تعرف مسؤولين مش بس 10 وحارس، في شيء له علاقة ببقية المنتخبات. دكتور اسمح لي قبل ما نختم حلقتنا نحن وياك نعمل القرعة. بتذكروا مشاهدينا بنهاية الموسم الماضي كان في جائزتين بقيوا عالقين لم يمنحوا لأي فائز، هن جائزة منحة تعليمية من أي وقال منحة تعليمية كاملة وجائزة فرش بيت كامل من جاليري شور. هلأ بما أنه الحلقة اليوم ما في دوري رح نعمل القرعة، رح يكون في رابحين رح يتم الاتصال فيهم ومنحهم الفاوتشر ليروحوا على جاليري شور أو AUL ويحصلوا على جائزتهم. خلينا نحن وياكم مشاهدينا نشوف القرعة الأولى. عارف من عندك من الكنترول، خلينا نروح على جهاز السحب وعند الإشارة بنعمل ستارت. ستارت عارف ستوب. إذن صاحب الرقم 70 818 378 70 818 378 رح يحصل على جائزة هي منحة تعليمية كاملة من جامعة AUL، بتمنى أن تكون مفيدة لإله أو أحد من أحبائه. خلينا نروح على الجائزة الثانية والقرعة للجائزة الثانية بعد ما شفنا رقم نحن وياكم على الهواء، طبعا رح يتم الاتصال فيه. القرعة الثانية هي للفوز بفرش بيت من جاليري شور، وبتمنى أنه هيك نكون قدرنا أنه نعطي المشاهدين يلي تابعوا معنا دوري ألف السنة الماضية على الهواء ما يستحقون من اهتمام. إذن القرعة الثانية عارف من عندك. إذن الرقم الثاني هو 71 508 635. إذن صاحب رقم التليفون 71 508 635 رح يحصل على فرش بيت كامل من جاليري شور. رح نتصل فيكم أصحاب الرقمين اليوم أو بكرة حتى نتواصل معكم ونتفق على آلية استلامكم الفاوتشر الخاص بالجائزة. هيك بنكون خلصنا القرعة وصرفينا نختم معك دكتور مازن بسؤال. ببداية الحلقة سألتك أنه هل صحيح أنه في اجتماع قريب للجنة العليا لاتخاذ أو دراسة شيء يتعلق بالمنتخبات ولجنة المنتخبات؟ وشو هو هالشيء؟ كل اجتماع لجنة تنفيذية يعني مثل ما عادة في بند له علاقة بالمنتخبات وبياخد وقت بهذا الموضوع. مزبوط، في تم اتفاق بالآخر آخر اجتماع أنه يصير في اجتماع خاص بلجنة المنتخبات لدراسة وضع المنتخبات وطريقة عملها وآلية تطويرها. نعم، وآلية تطويرها. ختاماً
أنا بدي أتوجه للجمهور كرة القدم، للإعلام الرياضي، ولكل اللي بيحبوا كرة القدم. نحن عم نشتغل بما يملي عليه ضميرنا بموضوع المنتخبات، ولكن نطلب يعطونا وقت لحين انضاج عمل المنتخبات ولحين تحقيق المكاسب. مش المطلوب نحن نربح مباراة وننبسط بالمقابل يكون مستوانا وشخصيتنا داخل الملعب غير موجودة. عم نبني شخصية منتخب يكون آهل ويستمر. الطريقة اللي عم نشتغل فيها هو استمرارية لمنتخبات كرة القدم على المدى البعيد، وهذا المطلوب. أعطونا وقتنا وإن شاء الله حتكون نتائج لمصلحة الجميع ولمصلحة الجمهور اللبناني وكرة القدم. شكرا لك عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات دكتور مازن بيسي، على وجودك معنا بحلقة اليوم الثاني من أوفسايد. بذكركم بمواعيد النقل المباشر هالأسبوع. الجمعة أنتم على موعد ابتداء من الساعة 3:15 مع مباراة التضامن سور والأنصار من ملعب سور البلدي. السبت ابتداء من الساعة 5:10 مباراة النبي شيت والنجمة من النبي شيت، والأحد من بحمدون البلدي الإخاء الأهلي علي يستضيف الصفا. إذن فريق عملنا سيتنقل بين صور والنبي شيت وبحمدون هالأسبوع. بذكركم مشاهدين أنه كل أخبار الرياضة وكرة القدم خصوصا تقدروا تتابعوها، وطبعا كل فقرات اللي انعملت عن تعديلات قوانين التحكيم تقدروا تتابعوها على موقع الجديد سبور على الإنترنت، aljadeed.tv/arabic/sports، أو على صفحتنا على الفيسبوك aljadeed.sport. وطبعا بجدد شكر للجنة التحكيم وهدى العوضي وطلعت نجم حفظ الألقاب على تعاونهم معنا خلال هالفترة لإنجاز التعديلات بالشكل يلي شفتوه. ختاما، العهد يواصل تمثيل رسالة تمثيل لبنان، بنتمنى أنه يكون بطريقه لنصف النهائي. من منتخبنا يواصل رحلة بنأمل أن توضعه بمحطة استقرار فني مثل ما قالنا الدكتور مازن قبيسي. ودوري ألفا ينطلق مجددا يوم الجمعة المقبل، دوري مشتعل، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.